مرحبا بكم في هذا الشريط الفيديو الاستثنائي اللي ما عنده علاقة ببيانات باريس السابقة، ولكن هو اليوم عنده علاقة بالحكم اللي اصدر صبيحة اليوم في سلاف متعلق بأحداث قديميزيك، وفي نفس الوقت ربطه بمسيرة الغد اللي في الحسيمة اللي مقرر إن شاء الله في الحسيمة، واللي يعني أعلنت السلطات على أنها اللي هي تمنعها. هما موضوعين اثنين ولكن بينهما أشياء مشتركة اللي تخفى على الكثير. منهم أنه أحداث قديميزيك اللي وقعت في نهاية 2010، يعني هناك فاعلين سياسيين وفاعلين من وزارة الداخلية ظهر يعني ارتباطهم المباشر بهذه الأحداث، ونتحدث هنا عن قديميزيك، ولكن يعني لم يحضروا المحاكمات ولم يتم استدعائهم للشهادة طيلة هذه المحاكمات سواء العسكرية أو المدنية. وشخصية من هذه الشخصيات هو نفسه أيضا اليوم حاضر في مشهد الريف، ويتعلق الأمر بالأمين العام لحزب الأسرى والمعاصرة إلياس العماري. كثيرين يطرحوا التساؤل علاه يعني إلياس العماري لم يتم استدعائه لمحاكمة قديميزيك ولتقديم شهادته في الموضوع، على الرغم من أنه اللجان اللي كانت مكلفة بقديميزيك المخيم قديميزيك تعرف بأن إلياس العماري كان معها في مفاوضات واتصالات، وعلى أنه كان يقدم نفسه على أنه مبعوث القصر. واليوم يعني نشاهد أيضا أنه إلياس العماري موجود في مشهد الحراك في الحسيمة، ولكن مشهود أو موجود بطريقته الخاصة، يعني ما هو بنفس الطريقة اللي كان موجود فيها في أحداث مخيم قديميزيك. العلاقة بين هذا الأمرين أنه تدبير الدولة المغربية لموضوع أحداث قديميزيك واللي أدت إلى هذا الكم الهائل من المعتقلين والأحكام القضائية الثقيلة، وأيضا من معاناة ضحايا أو أسر الضحايا والأشخاص اللي توفوا في هذه الأحداث. وأنا يعني لا أقف دا يعني أبدا مع العنف وضد العنف مهما كان هذا الشخص اللي قام بهذا الفعل، لكن مع نبحث عن الحقيقة، الحقيقة اللي مغيبة في هذه المسرحية، مسرحية محاكمة قديميزيك، ومغيبة أيضا في المسرحية الجارية حاليا في الحسيمة واعتقال ناصر الزفزافي ورفاقه والكثير من المناضلين في منطقة الريف. يعني الدولة بعد 2010، نحن اليوم في 2017، لم تستفد من الأخطاء ولا زالت تكرر الأخطاء، ولكن بطريقة مختلفة عن 2010، ربما مختلفة بسبب المكان وبسبب طبيعة الصراع القائم في الصحراء. ولكن اليوم في الحسيمة هو مشهد آخر، ولكن يتكرر باسم المخزن، يعني المخزن الذي يتخبط في مجموعة من الأخطاء في تدبيره لموضوع الحسيمة، هو نفسه المخزن اللي تخبط أيضا في تدبير موضوع قديميزيك ومخيم قديميزيك وما نتج عن قديميزيك من أحكام ومن ضحايا ومن أشخاص اللي قتلوا أو ذبحوا أو الأشخاص وأسرهم اللي شردوا أطفالهم. فالمخزن هو السبب، بسبب يعني عدم عقلانيته في تدبير الموضوع، يعني بالطريقة نفسها اللي دبر قديميزيك هو اليوم يدبر ملف الريف، ويدبر أيضا مسيرة الحسيمة اللي متوقع عقده، واللي يعني بكل بلادة وبكل غباوة تصدر أحزاب الأغلبية بيان يعني تعلن فيه على أنها لا تساند المسيرة، وأنها تدعو السكان إلى عدم المشاركة في هذه المسيرة، بينما هذه الحكومة ليست موجودة على أرض الواقع ولا ويعطوني الوزراء شنو نعدلوا في هذه الفترة، يعطونا فعلا هل فعلا عندنا حكومة قائمة الذات يعني تتحمل مسؤوليتها في إدارة هذا الموضوع، أم نشهد فقط يعني سوق هذا القطيع بهذه الطريقة، طريقة البيانات والنفي، ويعني حتى أنه أصبحت مندوبية التام اللي مكلفة بإدارة السجون وأوضاع السجون اللي لا تخفى على أحد،
أصبحت يعني مختصة فقط في إصدار بلاغات النفي، وظهر أنه فعلا هناك ارتباك كبير جدا. فاللي بغيت من خلال هذا الشريط نوضح فقط على أنه موضوع أكاديميزيك هو جرح، وهذا الجرح مسؤول عنه المخزن أساسا وطريقة تدبيره بتلك الهنجعية واستعراض العضلات، وعلى أنه يعني كائن لا يهزم، وبأنه يعني موجود في كل مكان، وبأن رأيه هو الذي سيسير في النهاية مهما كانت مطالب الأشخاص الثانيين عادلة. فهو نفسه اليوم المشهد نفسه يتكرر في الحسيمة، أن المطالب عادلة لكن الخصم يرفض أنه يظهر بأنه منهزم، لأنه يخاف أنه إذا أذعن لما يقع في الحسيمة أنه ستقوم هناك أيضا مشاهد مشابهة في أكثر من منطقة، في زيان، في الجهة الشرقية، في الجنوب الشرقي، في سوس، وفي الصحراء اللي هي أصلا يعني علاقة تاريخية بالصراع مع المخزن. فكفانا يعني كفانا استبدادا، وكفانا استعمالا للقوة، وكفانا استعراضا للعضلات، وكفانا مراوغة. وإذا كان هناك فعلا رغبة في حفظ المغرب مما يقال أنه سوريا مستقبلا أو بلدان عربية أخرى، فيجب الجلوس إلى الحوار وفتح الحوار ووضع النقاط على الحروف، وعدم يعني المراوغة، وعدم إلساق الموضوع بالوزراء وكأن يعني الوزراء هم السبب في هذا الوضع اللي تعيشه الريف. الحديث يعني عن محاكمة الوزراء وإدخالهم إلى السجن أضحوك من أضحوكات المخزن المتكررة. من سيصدق بأن المخزن سيزج بالوزراء في السجن؟ من يصدق هذه يعني الألعوبة اللي طلعت عليها فيها بعض المواقع الإلكترونية؟ وكيف أنه يعني هناك صحافة تتحدث أحيانا تتحدث على أنه الملك سمح بمسيرة الغد، وتأتي يعني صحف ثانية لتحدث على أنه السلطات المحلية تمنع مسيرة الغد. هناك يعني ارتباك، وهناك استعمال لوسائل غير شريفة في هذا الصراع، وهذا اللي أكد كما قلت أن هناك ارتباك، ولكن هذا الارتباك يحسب للناس القائمين على الحراك والمستمرين في الصمود أمام المخزن وفي دعم الحراك، سواء محليا أو دوليا، سواء إعلاميا، سواء بطرق من الطرق. فالحراك مستمر، وسيثبت بأنه فعلا هذه المرة حراك يختلف عن أضحوكة ما بعد دستور 2011، وعلى أنه الديمقراطية إذا يعني أخطأ المغرب الموعد مع الديمقراطية في هذه المرة فلن يقوم أو لن تقوم له قائمة في المستقبل، وسندخل في متاهات كبيرة جدا التي لن يكون فيها الخاسر أو الخاسر الأساسي هو الآن أصحاب النفوذ، أصحاب المال، والأشخاص اللي هربوا أموالهم إلى الخارج دون اعتبار لوضعية ذلك المواطن البسيط المسكين اللي لا يطالب سوى بمستشفى وطريق والماء والكهرباء، ويطالب بالعيش فقط بكرامة. تحياتي لكل من سيشارك في مسيرة الغد في الحسيمة، وتحياتي لكل الأشخاص اللي فعلا صامدين على مواقفهم على الرغم من كل هذه المراوغات والانعطافات وبيع الأحلام. ونعتقد على أنه دائما أحلام الشعوب على بساطتها تنتصر. تحياتي.